السلام عليكم دي زيور بوي بيج رياكشن شعنا لكم الولاد برياكسيون جديدة وبالسيري جديدة سيري ثانية الولاد اللي هبط السنداج والتصويت متاحة البارح وقعد 24 ساعة على اليوتيوب وانتوما اللي اخترتوا هبطنا الريزولتا في الانستغرام بيجي مطر رياكشن 22 مينيسكول انتوما اللي اخترتوا سيري باش تكون متاع The Most Tracks هيتس الولاد معناها اكثر تيترويت هيتات عند اي رابور سواء في تونس في الجزائر في المغرب في مصر في المغرب العربي الكل وفي العالم العربي الكل انتوما اللي تختاروا كتحطوا التيتر اللي حاجتكم بيه وحاجتكم للرياكسيون بتاعو تحطوه في اخر رياكسيون خدمناها تابعة السيري واللي يجيب اكثر لايكس الكومنتير هذاك نخدموا التراك طول انتوما اللي تختاروا الولاد دونك سهلة الولاد رابر مثلا نوردو مثلا سامفارا مثلا ديدين كانون 16 تراب كينج اللي تحب عليه الكل ولاد الجراندي توتو اللي انت وتشتختار المفيد الهيت متاعه في الشان متاعه بيان سور يعني كي تدخل الشان متاعه تحط موست بوبولير هذيك تجيك اول تيتر واكثر تيتر ضارب عنده باش نكتشفوهم مع بعضنا سواء جديد قديم المفيد انت اللي تختار مرحبا بالناس كل ولاد وكأول رياكسيون في السيري جديدة اخترت امباير هيتشكوك تيتر عنده 3 سنين من اللي هبط الولاد واكثر هيت عند امباير في الشان متاعه تنجم تزيد تدخل وتتأكد كيف ما قلت لك تدخل الشان متاع امباير مثلا تنزل على فيديو بوبيلير باس تعرف الشيء هذا تلقاه اول تيتر واكثر تيتر جايب له فيوز وهيت ليتس جو نشوفوا شنو هي الفوضى ونشوفوا علاش هذاك اكثر هيت الولاد تيتر عنده 3 سنين كيف ما قلنا ليتس جو جاي باش نعملوا جو جاي باش نتفرجوا جاي نطبقوا في فكره جديده وان شاء الله تعجبكم الناس الكل عاطيكم كالعاده والعوايد حريه الاختيار سواء عندكم السيري الاولى نتاع ريد ستار راتي اول تراكس انتوما كيف كيف تختاروا في السيري هيك وكيف كيف تنجموا تختاروا في السيري هذيا والسيري هذيا ماهيش للتوانسه برك للجزائريه انا المغاربه للناس الكل ولاد وكما تعرفوا الشان هذيا للناس الكل وللموسيقى والرياكسيونات اون جينيرال ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى الولاد يلا الدخلة متاع البيت بركة تعرف اللي امباير مكرز امباير مغلغل فهمتني ولا دونك باش تفهم شنو باش يصير وكاو رابوريت نفخوهم اللي بحكاياتهم صايل جبدوا علينا السكاكن في كليباتهم ملي بديت نسر بي راب ما وليتش زبون ما بدلتش عرولوش يشوفوني مليون ما بدلتش شعر ولونش شوفوني مليون برو يظهر لي تراك كلاشات للرابوريت اللي موجودين في تونس الكل برو يظهر لي بيان سور قديم التراك بهذا ما بدناش بدينا نفهموا علاش هذا اكثر هيت عندهم ما بدلتش زبون ما بدلتش شعر ولونش يشوفوني مليون نقري ذري ما حكيتش ما الدنيا دروس بدل الحساسه ولا مزار بيا زوز ناس قريبه دخل تنك من البرد وانتي غرت وسط الماشيه طحن القشه قرت وانتي غرت وسط الماشيه طحن القشه قرت برو مش كلاش بركة دي تطيح قدر دي سبين برو دي حط تحت الطاولة برو صح مرشح نشن شطحك على القصبة عشر جلي تسمع لازم نقولك يعطيك عصبة والمناجر واللي حبوا براد فير تالون يستوري كيما رابح ماجير تلبي وجعني راب تونسي مشاف الساقين وليفي بيتي كاسحين راب تونسي مشاف الساقين واغزر شنو حطلك شنو الفوضى هذه الولاد امباير شبيه مكرز هكا ما فرد الوقت كي تجي تخمم تعرف علاش مكرز هكا على الدستري كيفاش ولا والموسيقى كيفاش قاعده تخرج عنده الحمد لله تلبي وجعني راب تونسي مشاف الساقين وفي في بالي كاسحين طلعوا منيك من الاخرين مخي كارتيل برشا فلوس مش منظمة كيلوات مرصفة وقلوب مش باش تصفى تسك السنين تقسقز من المونك الحاكم كسكس الولاد في البلوك في راس الكورفة العاصمة سموك سوق البلوك تبيك حد مخك تشري خوف في شكوك خلي بيك فما كان ربي عديك
فبك يا ربي يعطيك برو اختت فدليك هذيك الفاكت واكثر فاكت لازمك تخمم فيها. فبك يا ربي يعطيك رزقك بيدين ربي ماهوش بيدين العباد ولا البلاد اللي انت عايش فيها. دونك هاصل ما تقفش يا برو ديما نذكرك لازم ابا صاحبي شنانة امباير اكثر شريك هو في شكوك فبك يا ربي يعطيك من الدولة والسيستم منيك تونس فقر جينيتيك فكر تونس فقر جينيتيك برو تونس فقر جينيتيك برو كيفاش يوصل لك طريقة التوصيل متاعه في الكلام والكتيبة متاعه وصاحبي صاحبي من الدولة والسيستم منيك تونس فقر جينيتيك فكر محنتك شكون جاك خرجك فما كان امك تبوسك في خمجك باك 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 تبدا تخمم في الاصحاب كيفاش ولي وقحاب زوزح ومكروز تعيش الباقي مفسخة شباب شاح بالشيميك ولا مسخة شباب شاح بالشيميك ولا مسخة يا برو انت انت الشباب عملت له هكا يا برو الدولة عملت له هكا الدولة تحب تردوها عم بوكو بوزك عنده الحق برو عنده الحق عنده الحق باش يشنعك زيادة خاطر الميساج اللي وصل فيه يدي هذاك اللي يشنعك خاطر هيك هي الحقيقة المشكلة تيتر قديمة ما القضية ما زالت متواصلة صح ستريسكي كوزوم الدول على الكبر دولارك طايح صرف شونج باب بحر قوم ستح العروسة بضحك ولا صلع هوني دين مقصوصة وحومتك واقفة على صباع توا ما فهموش مخ يرزم من ستوشي نربي الشعب يحب مونيكا بلوتشي بلوشي فرنسا بفلوسة تحب شبيبة ميمونة وانا نحب نجيب البابا يصلي في الزيتونة برو برو عفيف يا ملا لعب اللطف يا ربي صاحبي اللطف يا ربي هاو علاش تجم تفهم هاو علاش انا متحمس لها السي دي هذه خاطر باش نسمعوا كي باش نسمعوا موست هيت معناها باش نسمعوا اكثر تراك خدم فيه الرابور خرج طاقته الكل وعجبت الناس الكل فهمت كيفاش ومكثريتهم ماناش سامعينهم ماناش برياكتين عليهم قبل دونك هيك علاش عملتها السي دي هذه دونك مرحبا بالناس الكل ما قبل كل شيء امباير برو امباير 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 يقعد امباير احسن اختيار اني اخترت التيتر هذا يا الاولاد برجولي يا الاولاد نورمالمون عندكم الثقة في ذوقي صاحبي هذا بيبراش خممت شنو باش نبدينه وشنو باش نبدينه دخلت منا دخلت منا وقلت علاش مش امباير وانا مش برياكت عليه التيتر هيك واصلا سمعوا يمكن مرة مرتين ومش حتى الكليب ما نعرفوش يعني شلي صاحبي اسمع يغزر رياكسيو كيف خرجت وغزر الموزيكا كيفاش هاو علاش تفهم اللي جايب له الهيت متاع الشين متاعه وليه ورغم اللي امباير اندريتد على الاخر وقديم وعرصة من راب في تونس اما هذا بيمنعش تقعد الهيت الاولى هاو علاش قصير سامبل وصل مساج ماهوش عادي مساج على الدولة على الانتقاد هذا اللي يعجبك في الراب هيك هو الراب الراب مبني باش توصل قضية مش باش تفشخر ومش باش كذا ومش باش كذا فهمت كيفاش كيفاش ولينا في الراب تو كيفاش كان قبل امباير يحسك بالراب الاصلاني يحسك بالراب علاش اسمه راب يعني فهمت كيفاش برو صاحبي المساج وصل الكلام بسيط كل شيء في بلاصته تسمع حقيقة ورا حقيقة ورا حقيقة مش اللي يجي نجم يوصل لك لغة كبر هكا صاحبي امباير وصل لك لغة كبر هكا وكل يشنك بالرسمي صاحبي كرست كر اقسم بالله كرست اخر رياكسيون صاحبي اش تختبي كرست صاحبي خطر عنده الحق المواضيع اللي يحكي فيها قبل مازالت موجودة لتو تو سامبلومون هذا ما يمنعش الولاد ما نساوش البيت بيان سور اللي هو هارد ذن ما فكر الولاد هذا ما يمنعش هكا نكونوا كملنا رياكسيون امباير هيتشكوك بيان سور تيتر باش تقولوا شبيه راندم شبيه عشوائي ايش يعمل في الرياكسيونات هذيا باش نزيدو نذكروكم اللي هذه السيري نمبر 2 اللي باش تمشي اون باراليل مع السيري نمبر 1 اللي هي الريد ستار الرادي اول تراكس السيري هذيا ذا موست هيتس الاولاد معناها اكثر تراك ضارب عند اي رابور تختاروه انتوما في العالم العربي الكل المفيد الفيديو متاعو اكثر واحد هيت وضارب له باش نشوفوا الرابوريت علاش تعرفوا بالفيديو هذاك بالتيتر هذاك اكثر واحد وفرد الوقت نعيشوا الاكسبيريونس مع بعضنا وخاصه مكثريتهم مانيش سامعهم الاولاد دونك نكتشفوهم مع بعضنا جميعا دونك شيخونا في رياكسيونات خاطر انتم اللي تختاروا الاولاد الرياكسيون جاي على شنو باش نخدموها بداو اختاروا حط كومنتير اسم التراك اللي حاجتك بيه وبيان سور اسم الرابور واحنا اذا جابت اكثر لايكس طول نخدموها من غير حتى تخمام هذا ما يمنعش مرحبا بالناس الكل الفوضى ديما موجوده والجديد ديما موجود الاولاد وفرض الوقت
نستناو الجديد يرجع وما ننساوش الجديد ديما يتبجل على القديم، ما هذا ما يمنعش في كلتا الحالتين قديمنا ديما جديد والخدمة ديما موجودة 7/7 بقدرة ربي إذا أنتم موجودين وتواصلوا ديما معنا. مرحبا بالناس الكل، إن شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون، تقابلوا إن شاء الله في آخر وقت ممكن. تنسيوا شاراكم كومنتاريتكم دنيتكم أجواءكم سبسكرايب تاعكم خاصة. مرحبا بكم على انستغرام بيجي مطا رياكشن 22 مينسكول، أو اليوم في الديسكريبسيون يا برونا أخرى خفيفة تلقى روحك غادي ما لفش تستنى. عندكم تيك توك، عندكم تيك توك، عندكم بقشيش، كل شيء موجود بيجي رياكشن بقدرة ربي 7/7 ديما موجود. جيتكم سبسكرايب يا برو. وقبل ما نختم رياكسيون تاعنا موضوع العادة وموضوع الأهم، تحية فلسطين دائما وأبدا، ما ننسوش القضية الفلسطينية وما ننسوش العالم هذاك شنو يعني، ونذكروا به العباد ديما اللي مازلنا واقفين للقضية الفلسطينية، ونذكروا بها العباد اللي نسيت. وتحية فلسطين دائما وأبدا، تقابلوا في أقرب وقت ممكن. Peace.